حمله الشده الصبريه بنجاح. اليوم ننفذ برنامج الشده السفريه والمسير لدوره تاهيل المعلمين في الاردن مع وحدات الامن الخاص والمنشات والمنشات وبعض الوحدات الاخرى. ان النجاحات التي حققتها وزاره الداخليه في مجال التدريب والتاهيل لم يجعلنا نقف عند هذا الحد الذي وصلنا اليه. فإننا نتطلع بمستوى منتسبي وزارة الداخلية إلى المستوى الأكمل والأشمل من حيث الأداء النوعي أثناء تنفيذ المهام الأمنية بنجاح في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الوطن في ظل قيادة المجلس القيادي الرئاسي ممثلة بالأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي وجميع أعضاء مجلس القيادة. اليوم نشهد هذه الدورة والمسير الكبير لهذه الدورة المعلمين والذي من شأنه رفع مستوى قدرات الفرد والمعلم والضابط حتى يصبح على أداء مهامه بكل جدارة واقتدار.